شهر 8 2018 قمنا ببلاغ هام جدا، أمرنا كل الأشخاص المتواجدين في كوريبوغودي بولاية تيبستي بالخروج نهائيا من هذه المنطقة، وفي نفس الوقت إذا كان الأمر لم يتم في الوقت المهدد أمرنا قواتنا الأمن والدفاع باستعمال كل الوسائل اللازمة حتى يتم تنفيذ هذا القرار، وقلنا خروج عن الأشخاص الذين أتوا من أجل استخراج الذهب، قلنا هذا القرار لا جدال ولا نقاش فيه. في نفس المدبر قمنا بالأمس للذين متواجدين في منطقة مشكي بولاية بوركو أمرنا بالخروج نهائيا في خلال 24 ساعة، لكن للأسف الشديد أن هذا القرار لم يتم تنفيذه. إن الذين أتوا من أجل استخراج الذهب لم يفهموا ذلك، وكأن هناك لم توجد سلطة الدولة، فإن على قوات الأمن والدفاع الذين يشاهدون هذا الكلام بالقيام فورا من هذه الساعة باندلاع العمليات العسكرية في هذه أو في هاتين المنطقتين ألا وهما كوريبوغودي ومسكي، حتى يتم استخراج كل الأشخاص الذين أتوا من أجل استخراج الذهب. فعليكم باستعمال القوات البرية والقوات الجوية، لا نريد أن نرى أي شخص في هذه المنطقة، وعليه على القوات أن يقوموا بتدمير شامل وكامل كل الناقلات المتواجدة في هاتين المنطقتين، تدمير كل المخازن المتواجدة هناك، تدمير كل الشاحنات الماء المتواجدة هناك، تدمير كل حاجة في هاتين المنطقتين حتى يتم استخراج توتالي لكل هؤلاء الذين أتوا هناك من أجل استخراج الذهب. فأن هذا القرار لابد أن يطبق بالحرف انطلاقا من هذه الساعة، ونحن نتابع بالدقة تنفيذ هذا الأمر.